وكيف لقلب مسلم يغار على دين الله وعلى حمى الإسلام فلا ينفطر ألماً حين يرى غانية تقود أمتنا في الحرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تقود أمتنا للحرب غانية، ألهذا الحد؟ ألهذا الحد تخنف الرجال؟ ألا وأسفا على الدين، وأسفا على الرجولة. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن مجتمعا يتربى على مثل هذا فلا خير فيه، ولا يستحق البقاء، ولا يرجى منه يوما أن يغار أو يفزع للإسلام. وما ضاعت البطولات والانتصارات إلا بسببكم، ووالله ما دنا زاني وشرب الخمر سكران، وما رقص راقص، ولا ظل شاب ولا فتاة إلا ولكم من ذلك وزر وعذاب. ولتحملن أثقالا مع أثقالكم، فماذا ستقولون في يوم الحساب؟ ستقولون إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ألا ما أقبحه من عذر وما أقبحه من جواب؟ ألا فتوبوا قبل أن يحل بكم ما حل بشهيد فنكم ويغلق الباب. أعدوا عدة الحق وقودا ويصبروا في ظلام الكون. هيا أعدوا عدة الحق وقودا. نعم قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قال ابن مسعود: أنتم في زمان يقود الحق الهوى. يقول لأصحابه في ذلك الحين: أنتم في زمان يقود الحق الهوى، وسيأتي زمان يقود الهوى الحق. فنعوذ بالله من ذلك الزمان، ونحن والله فيه إلا ما رحم ربي. ونحن والله فيه إلا ما رحم ربي. قال الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اتقوا الله يا أمة سورة الحديد وسورة القتال وسورة الأنفال. يا أيها الله على أعلى وجل، اتق الله الذي عز وجل، واعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. قاوم وأمطر من سلالة صهيوني. نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن تدمر وتنتقم من كل من يسعى لنحل الفضيلة والأخلاق في أمتنا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. فك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين. حق وقودا ويصبروا في ظلام الكون. هيا أعدوا عدة الحق وقودا. وزورونا على الشبكة العنكبوتية www.alasif.com www.s121s.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.